بسيطة صدح صوته في كل مكان، واسمحوا لي أن أطلق عليه لقب عندليب الواقع، وهو يستاهل، المنشد محمد الزعزعي. مرحبا يا أبو حسن. يستاهل. مشيك على المايك يا أبو حسن. الله يطول عمرك. ألو، السلام عليكم. الله يطول عمرك يا أبو حمود، مساكم الله بالخير يا نجوم الواقع يا مبدعين، ومساك الله بالخير يا أبو حمود يا مرحبا وضيوفك الطيبين. لي الشرف بحضوري الليلة معكم، وسامن على صدري يا لم الله. يا مرحبا، والله مسهلا يا أبو حسن. الله يبكي. كذلك اسمحوا لي أن أرحب بالشاعر أحمد الجويدي. مرحبا، والله مسهلا. الله يبارك فيك وبيض وجهك على حال الفقرة. وجهك أبيض. وأنا يشرفني الحضور بين هؤلاء النجوم، وقناة الواقع معروفة هي بوابة نجاح لكل من يطمح إلى النجومية. فأقول للشباب الله يوفقكم، وأقول للضيوف تشرفت في التواجد معكم الليلة. يا مرحبا بك، والله مسهلا. وأيضا أرحب بالمنشد والمتألق دائما وديد الجلاوي. مرحبا، والله مسهلا. الله يرحبك يطول بقاك أنت من يسمع الليلة المبروكة اللي جمعتنا معك ومع الجهة الغانمة، ونبرك الليالي، وسأل الله أن يدوم علينا الأمن والأمان والعز والعافية وطاعة الله. يا مرحبا بك، والله مسهلا. الله يعافيك. كذلك الشاعر اللي بيننا وياه مشاكسات لكنها حلوة. مرحبا، والله مسهلا بالشاعر مشعل العرجاني. مرحبا، والله مسهلا. الله يبقيك يا أخوي فهد. أنا سعيد مشاركة زملائي الشعراء والمنشدين، وشوفة الوجوه الطيبة من أخواننا المتسابقين. والله يبقيك يا فهد ويطول عمرك، متشرفين والله بلقاكم. يا مرحبا، والله مسهلا يا أبو فهد. تدري أني زاد غلاك؟ الله يطول. لأني على اسم شايبك. الله يطول عمرك. كذلك اسمحوا لي أن أرحب بالشبل والمبدع والمتألق دائما مشاري الحربي. مرحبا يا مشاري. الله يجزاك خير. الله يجزاك بخير جميعا. أولا أقول السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير. يا مرحبا، ومسي عليك بالخير أستاذي فهد. أنا متأكد إن شاء الله أن هذه الليلة راح تكون ليلة مميزة بإذن الله بحضورك أنت ونجوم. مرحبا، والله مسهلا مشاري. الله يحييك. نبدأ مع شعارنا، لكن قبلهم عندنا نجوم سكريب، دعوني أرحب بهم. مرحبا، والله مسهلا يا شباب. جندل جندل. سامحوني والله، والله سامحوني، حكم علي بشر والله بالعوض. منه لين تنتهي الحلقة جنتل. روح أسلم يا عمدة. انطلق اليوم ليلة كنواف، والله ما أقدر أقول شيء. عبعنو سامح زادنا في وجهك يا جنتل. ها؟ أقول حنا في وجهك ذا الليل. أنت كنواف تعطي إرقاء. رجاء بوجهي رجاء وجهه تمت. لا تعيدها، طالبينك طلبه على خشم. هل هالليله تمشي على خشمي؟ لكن صلوا على النبي، هذا استفزاز لكم، ابغى اشوف رده فعلكم. فالاول والاخير قناه الواقع، سواء كاريزما، سكريبت، البزنس، جنتل، عشان ما تقولون حنا نسخ كذلك جنتل. عابر، كلنا نعتبر ابناء الواقع. يا سلام، عشان كذا ما في فرق بين سكريبت وبين جنتل. لا، حنا نسخه الواقع. ضبطتك صح. مشاري ولا عليك امر، أبيك تجيني هنا يا لهنت. أبشر. مرحبا ومسهلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزاك خير. النجم القادم مشاري. بإذن الله. لهنت يا حبيب قلب. أبغى أبدأ مع الشاعر عبد الله الجعيداني. الله يعافيك. أبو عامر. لبيك. نبي شعورك تجاه اليوم الوطني وحنا مقبلين على الاحتفال. والله تجاه الشعور كمواطن سعودي نفتخر بأمجادنا اللي حدثت وبكرة.